لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. اليوم نريد نعرف من المثقف وشنو مواصفات المثقف، شلون نقدر من نشوف واحد رأسا نعرفه هذا الشخص مثقف. المثقف اللي يروح كل جمعة المتنبي ويصور ويوثق جلساته مع المثقفين الآخرين، لو المثقف اللي عنده شهادة عليا، لو المثقف اللي كل كم شهر يألف كتاب، لو المثقف اللي عنده كم هائل من المعرفة، لو المثقف اللي عنده فلوس ويجيب ناس تعلمه شلون يحكي وشلون يتصرف وشلون يلبس. شنو هي معايير الثقافة بالعراق؟ شلون نقدر نحصن المثقف الحقيقي عن الأمراض والأوبئة اللي نشرها أشباه المثقفين؟ العلاقة بين المثقف والسلطة شنو أخبارها بالعراق؟ في كل زمان ومكان المثقف دائما متمرد وثار وناقم على السلطة، بس اللي صار بالعراق العكس، صار عندنا مثقفين يلمعون السلطة ويبررون أخطائها. السؤال الأهم اليوم، هل ما زال لدينا مثقفين قادرين على انتقاد وتقويم السلطة، أم أن السلطة تحولت بمقدراتها ومغرياتها إلى مصنع لإنتاج المثقفين، أو على الأقل شراء آراء بعضهم وتشوير أو تشويه أفكار الآخرين؟ هذا ما راح نطرحه في هذه الحلقة بعد هذا الفصل. رحب بكم من جديد، نناقش هذا الملف اليوم مع الدكتور مؤيد السوينت الباحث والأكاديمي. حياك الله السيد مؤيد، وكذلك السيد علي وجيه الكاتب العراقي. مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. بديك دكتور، المثقف العراقي، وشو نقدر أعرف المثقف؟ من هو المثقف؟ بالبدء يعني أشكرك على هذه الاستضافة، على هكذا موضوع حيوي وفاعل. طبعا مفهوم المثقف هو يصنف ضمن ما يسمى بالمعرفة السيالة، بمعنى عدم وجود تحديد قاطع وجامع مانع كما يقول المناطق بخصوص المثقف. يعني المثقف هو، بعضهم يقول المثقف هو من يمتلك أو من يحول المعرفة الخاصة إلى الفضاء العام، بمعنى المثقف النقدي الذي يشارك في صناعة رؤى مستقبلية تخص المجتمع، تخص الدولة، تخص السياسات، تخص الاقتصاد. وبعضهم يرى أن المثقف هو من يقرأ يجمع معلومات، يعني ليس إلا. وبعضهم يقول بأن المثقف هو كل من يتميز بنزعة متعالية عن المجتمع، يعني جزء من ذاتية المثقف هو ما يسمى بالبرج العاجي. فقضية معرفة المثقف هي معرفة يعني مركبة. لكن لو أخذنا المثقف بأدبيات ولادة المثقف الذي هو جزء من نشوء الدولة المدنية، المثقف هو من يمتلك معرفة خاصة تتحول إلى الفضاء العام، بمعنى المشاركة في الجانب النقدي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الاقتصادي، وفي بقية جوانب الحياة. يعني ما يسمى بالنزعة الرسولية هو إيجاد أفكار ورؤى مختلفة عن السائد. بهذا يتميز المثقف. الأهم من هذا كل، المثقف هو من يتميز بالموقف، بالجانب الذي يؤكد على القيم العليا المجردة التي من المفترض أن تتحقق في مجتمع ما، في عصر ما، في زمان ما. لكن هاي شنو النزعة المتعالية عن المجتمع من ضمن تعريفك للمثقف؟ طبعا هو جزء من النقد الذي يوجه للمثقف. المثقف يعتقد بأنه يختلف عن السائد، وهذا الاختلاف عن السائد جعله يعيش في برج عاجي أو منزلة متعالية على مستوى السلوك، على مستوى الفكر، على مستوى التعاطي مع الأحداث. تصنف على أنها بقايا نزعة رسولية. يعني الرسولية هنا يعني هي مستقات من دور الأنبياء، دور الرسل، مبشرين، يعني يقدمون أفكار مختلفة، يقدمون ما هو مختلف عما متعارف عليه. فهذه النزعة المتعالية هي التي جعلت المثقف يعني يعيش في قفص، ويعيش في يعني زاوية ضيقة تماما. لهذا وجدنا أنه عندما جاءت السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، يكاد يكون دور المثقف أخذ مسار آخر.
يعني صعدت ثقافات أخرى، ثقافات الشعبوية، ثقافات الهامشية، ثقافات التي لا تجد التعبير عن نفسها، الآن أصبحت من الممكن أن تعبر عن نفسها. لكن بالطرف المقابل أيضا أكو من يعتقد نفسه أنه مثقف، يعتقد أنه مثقف. بالنتيجة لما يشوف هذا اللي جاء تفضل به من تعريفك المثقف، النزعة المتعالية عن المجتمع، هذا هم راح يتعالى، والنوبة راح تصير عندنا في صراع نزاعات. أنا ما أتحدث أنه أقول هو المثقف من صفات ما يوصف به المثقف، يعني يوصف أنه أنه هو نزعة متعالية، هذا جانب سلبي وليس جانب إيجابي. أما قضية أنه كل شخص يعتقد أنه عندما يقرأ يعني كتب، مجموعة كتب أو كذا، بأنه مثقف، المثقف مثل الصفات الأخرى، يعني تمنح من قبل آخرين ولا يمنحها الشخص لنفسه. يعني مجموعة الأفكار، مجموعة الطروحات، مجموعة الرواة، عندما نقول بأنه مثل إدوارد سعيد مثقف، أو مثل جورج طربيش مثقف، أو عادل الورد مثقف، هنا أكو تداخل بين الأكاديمي وبين الثقافة العامة. ليس بالضرورة أن يكون المثقف هو أساتذة بالجامعة، كلا، لكن فكرة أنه الآخرين يمنحون هذه الصفة لمجموعة رؤى وأفكار ومواقف بالدرجة الأساس، نقول بأنه هذا مثقف وهذا غير مثقف. نعم، المثقف مثلا حكر على الكتاب، حكر على المؤلفين، حكر على هذا، لو ما له علاقة. ليس بالضرورة أنه يعني المثقف يكون عنده مؤلفات كثيرة. يعني شنو علاقة المقاهي بالمثقف؟ أو شنو علاقة القشلة بالمثقف؟ أو شنو علاقة الجمعة بالمثقف؟ لا، مو المكان. يعني مثلا عادة تاريخيا المقاهي ترتبط، يعني مثلا في الثقافة العراقية نقول مثلا أنه مقهى البرازيلية مرتبط باتجاه محدد، مثل مقهى المعقدين مرتبط باتجاه محدد، يعني نقطة تجمع باتجاه يعني باتجاه خاص. حلو، هاي الفكرة. زين أستاذ علي، هل تنطبق معايير الثقافة بالعالم على المثقف العراقي؟ يعني بداية هي واحدة من، شكرا على الاستضافة صديقي هشام، بداية هي لا توجد معايير ثابتة للثقافة. وكلمة المثقف، يعني أتصور أن هناك أكثر من 1600 تعريف للثقافة، فبالتالي يمكن أن ينطبق كل شيء على هذه الثقافة. ثمة من المثقف الشعبي، المثقف العضوي، المثقف الأكاديمي، المثقف الشعبوي، المثقف الحزبي، المثقف الديني، المثقف الكذا. فبالمحصلة تعدد هذه التعاريف وانتشارها بالفضاء العام تجعلها يعني تجعلها تنطبق على كل شيء تقريبا، وقد لا تنطبق على أي شيء. فبالتالي ما هو مفهوم الثقافة أصلا في الغرب؟ لم يتوقفوا أو لم يصنعوا تعريفا جامعا مانعا كما ذكر الدكتور مؤيد من الممكن أن ينطبق. مفردة نجار مثلا واضحة، الشخص الذي يعمل بالخشب وينتج لك كرسيا أو مائدة. كلمة المثقف ما هي؟ هل نستطيع أن نعتبر مثلا المعماري مثقفا مثلا؟ ربما هو متخصص بشكل معين، أم أن الشاعر هو المثقف؟ زي المعايير، لا توجد معايير. ما هي المعايير؟ أنت ربما تقول لي فلان مثلا يقرأ كتبا كثيرة، إن لم ينتج معرفته الخاصة هو مجرد قارئ، ربما سيكون قارئا ممتازا، لكن أنا لا أحتاج أحدا ربما يقرأ 500 كتاب ولا ينتج مقاربته الخاصة أو معرفته الخاصة. شلون ينتجها؟ ينتجها بضرب المعرفة، بضرب كل معرفة بأخرى، أن يجمع بين الرأي والرأيين والثلاثة لتكوين صورة بانورامية، ومن ثم أن يخرج أو يستخرج أو يستنبط رأيه الشخصي ورأيه من هذه المسألة. يعني هو لا يأتي، لا يولد المثقف من العدم. أنت إن اشتغلت بالفلسفة الإسلامية مثلا، أنت يجب أن تمر على إخوان الصفا وعلى ابن سينا وعلى كذا وتصنع المقاربة والقراءة، وهذا ما فعله فرضا كامل مصطفى الشيبي فرضا في منجزه، أو مثلا تعمل وفق الفلسفة الغربية، أو حتى في نقد الشعر، أو حتى في التشكيل أو كذا. يجب أن تنتج مقاربتك. عدا هذا من الممكن أن تكون بيبلوغرافيا محترفا، تعرف عناوين الكتب وتعرف كذا، لكن أنت ليس لك وجود في هذا النص. أنت ستعرف سارتر وسيمون دي بوفوار وكذا، لكنك لن تنتج صورتك أو مخيالك الشخصي أو رأيك والمقاربة بخصوص الوجودية. فبالتالي ثمة مثقفون، ثمة مروجو ثقافة، نراهم مثلا السوشيال ميديا والإعلام والكذا، هذه يروج لك، يقول لك الكتاب الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، لكنه هو ليس موجودا في مقاله أو في مقطع الفيديو. يعني هو لا يقول لك، يقول ماركس كذا وأنجلز كذا، أما أنا فمن وجهة نظري التي قد تكون خاطئة أرى كذا، هو ليس له وجود. بس هنا المشكلة تدري شنو؟ هسه المشاهد نجاي يشوفنا زين، هسه راح يقول لك أنا أريد لي معايير، أريد أستند عليها. المعايير تنطبق على السيارات. زين أنت هسه لما كشخص كعلى وجهي، نعم، من اللي يشوفه مثقف حقيقي من الشخصيات اللي مرت عليك؟ كثيرون. مثل ينتجون حاليا؟ لا حاليا موجودون واحياء ومنتجون. مثل في الثقافه العراقيه دكتور، يعني كثيرون هم، اكيد اكيد لن يتاح. لكن مثلا دكتور كاظم جهاد زين،
سعيد الغانمي، حسن ناظم، عباس كاظم، مؤيد آل سويلد. اي شنو المعايير اللي قلت؟ المعايير المعايير انهم يلتزمون بخوارزميه منطقيه بمعرفه الحقل الذي يشتغلون به، ومن ثم ينتجون رؤاهم الشخصيه بطريقه منهجيه واكاديميه وابداعيه لنراها بنص وقراءه جديد. اذا اكو معايير، هذا معيار ينطبق عليهم لكنه لا ينطبق على اخرين. انا اتحدث عن الفضاء العام اي بمعنى من وجهه نظر اخرى. حسب الشيخ جعفر مثقف لكنه ينتج نصا شعريا، فهذه معايير التي تنطبق على الأسماء التي ذكرت وغيرها. طبعا المشهد الثقافي العراقي غزير بصراحة، لا تنطبق على حسب الشيخ جعفر. كلاهما لا ينطبق على جواد سليم الذي لم يكتب سطرين لكنه فنان كبير. فهي هذه، هو مكعب بآلاف الأوجه، لا يوجد تعريف واحد. وهذه من الجماليات على فكرة. وثمت على فكرة ثمت نظرة ملائكية شوي خلينا نتوقف عندها، أنه المثقف يجب أن يكون ذا موقف، أو يجب أن يكون معارضا، أو يجب أن يكون إيجابيا. ما حدث في تاريخ المعرفة العالمية بالغالب يكون المثقف إلى جانب الشر، ولا تستطيع أن تنزع عنه لا صفة المثقف ولا الشر. يعني مثال على ذلك فيلسوف عملاق عصف بالذهنية العالمية في القرن العشرين مثل مارتن هايدغر، صار عميدا لجامعة برلين في عهد هتلر. هل ستقول أنه كان خيرا؟ لا. هل تقول أنه ليس مثقفا؟ هو هايدغر. أعطيني مثقف حاليا عراقي، مثقف عراقي معارض للسلطة وقدر يوصل من خلال معارضته المناصب بالدولة. هنا أنا شوية يعني حديث كبير وجارح بصراحة. ليش؟ لأنه يعني نحن نطلب أولا، من قال أنك حين تكون مثقفا معارضا هو أنت لن تسقط بأحضان سلطة أخرى؟ خلينا ننتبه لهذه التفصيلة. أي بمعنى في سياق معين كان عبد الرزاق عبد الواحد شاعر البعث مقربا من صدام، من قال أن سعد يوسف كان يعني الوجه الآخر لمعسكر آخر؟ كذلك أعظم متمرد ومعارض للسلطات العراقية كان محمد مهدي الجواهري، وأعلى صوتا وقف مع السلطات العراقية بذاتها هو محمد مهدي الجواهري. فالمثقف بشر، المثقف الرسولي النقي يعني يعني غير المدنس بثياب الأيديولوجيا، لدينا عدد قليل جدا من المثقفين العراقيين، وهؤلاء حولوا طهرانيتهم هذه إلى أيديولوجيا لجلد الآخرين مثل فوزي كريم. كل زين، هسه هذا سؤال مشترك. زين، سابقا المثقف حتى بدول العالم يعني مو بس بالعراق أثر، مؤثر بالمجتمع. نعم. مؤثر بسلطته. نعم. ليش هذا الدور تراجع؟ من قال انه تراجع؟ احنا جاي نشوف. لا على الواقع أبداً. اليوم يقدر مثلا علي وجيه يكون مجموعه يسقطون سلطه؟ في القرن العشرين كان تاثيرا، كان ثمه تاثير كبير للرصافي والزهاوي، ومن ثم الجواهري. الجواهري بقصيده اخي جعفرا اخرج تظاهره من اجل شهداء واقعه الجسر، وشيعوا اخاه جعفرا مشيا من بغداد الى النجف. هذه معلومه ربما. وفيما بعد ظل الأثر الأساسي للتأثير بداخل الأروقة السياسية والأحزاب هي للمثقفين. من هم المؤثرون في الحزب الشيوعي العراقي؟ هم فخر كريم ويوسف الصايغ وسعد يوسف وكذا، وهؤلاء كلهم عاملون. وين الحزب الشيوعي؟ جايك بالحكي. بالمقابل المؤثرون بحزب البعث كمثقفين حزبيين أيضا هم شبل العيسمي وميشيل عفلق، وصولا لسامي مهدي وغيرهم. المؤثرون في الأحزاب الإسلامية هم مثقفوهم وأصحاب رؤاهم. من أدار الإعلام العراقي في احتجاجات تشرين هم المثقفون العراقيون بصراحة. ومن أدار الاحتجاج بشكل كبير 2011 15 18 19 هم مثقفون عراقيون. من أدار، ولكن من مو هم كانوا الشرارة الأولى؟ لا، الشرارة الأولى ما ممكن، لأنه يعني أوكي نصف مشهد الاحتجاج العراقي كانت شرارته الأولى هم المثقفون. لكن فيما بعد من أدام الشرارة في الشهر هم كانوا مثقفين. زين، احنا قبل كانت الشرارة تطلق من قبل المثقفين. يعني كل لكل زمن. اي خلينا نشوف رأي استاذ. اكيد دكتور مويد. استاذ هشام، يعني قضية الشرارة الأولى هي مو دقمة تنداس وبالتالي تنطلق الشرارة. لا مو عشان التأثير. التأثير. طبعا مسارات التأثير تختلف من عصر إلى عصر ومن زمن إلى زمن ومن ظرف إلى ظرف. بشكل عام ينظر إلى المثقف على أنه المثقف الذي يمتلك أفقا نقديا تجاه السلطة. هو لا يكره السلطة كسلطة. أكيد. لا، هو يحاول أن يعدل بالضرب، يعني يعتقد بأن هناك مسارات خطأ ممكن أن تؤذي البلد أو تؤذي الجماهير أو تؤذي المستقبل. فكرة التأثير سابقا مسارات
يعني شنو اللي أصطلع عليها، مسارات البوح عند أي طبقة، سواء يعني مثقفة عالية، خبراء، تكنوقراط إلى آخره، هي مسافات محصورة بالصحف والجرائد والتلفزيون. الآن لأنه المسارات انفتحت، يعني أي شخص عنده كيبورد ممكن يكتب مقال، ممكن يكتب رأي، ممكن إلى آخره. قضية التأثير هو إحنا خلينا نميز، يعني أنا شفت أن سؤالك دائما يركز على قضية علاقة المثقف بالسلطة. إحنا خلينا نميز بين مثقف الدولة ومثقف السلطة. يعني هناك مثقف للدولة يهتم بالدولة ككيان كبلد، يعني العراق مثلا هناك أسماء عديدة يهتم بالعراق كبلد بعيد عن السلطات المتعاقبة المختلفة بين فترة وثانية. هذا هو اللي مثلا من وجهة نظري أقدر أعتبره مثقف دولتي، مثقف حقيقي. هناك مثقف ويرتبط بالسلطة، هو هذا الجانب، خيارات اقتصادية، خيارات سياسية، خيارات براغماتية، خيارات إيمانية. هذا هو اللي ممكن يعني يبرر فعل السلطة باستمرار، واللي بصراحة احنا نعتبره خطر بشكل أو بآخر. هي مشكلة، هي لأن خيارات منفعية بعد منفع صراحة. هو يبقى، خلينا نكون واقعين، هو يبقى بشر يعني خاضع لمزاج شخصي وخاضع لظرف شخصي وخاضع لمساقات شخصية. لكن الخطر الحقيقي أين يكمن؟ يكمن عندما يتحول المثقف السلطة إلى عنصر إزاحة لمثقف الدولة. يعني امتلاك الحقيقة، كما يقول أدونيس عنده كلمة جميلة، يقول امتلاك الحقيقة مصدر كل قمع. يعني خلي تكون مثقف السلطة ينطي وجهة نظر، لكن عندما يصدر هذه وجهة النظر على أنها حقيقة وصواب، وما يقوله مثقف الدولة على أنه خطأ ويجب أن يقصى، هنا هو هذا الخطر الحقيقي اللي يصير. يعني إذا أخذنا الحالة العراقية، الحالة العراقية هي حالة ملتبسة، بمعنى حتى المثقف لا يستطيع أن يعطي أو يبوح بكل ما يؤمن به. تلاحظ الوضع الملتبس، الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، وضع مرتبك في مجتمع منقسم. يعني حتى إذا أكو أحداث قد يراها بعض المثقفين بأنها تؤدي إلى صدام، بالصدام مجتمعي في مجتمع منقسم بأحداث تاريخية وأحداث سياسية وكذا، هو لا يستطيع أن يطلق العلان لآرائه. يعني فكرة المثقف الرسولي الاستشهادي، طبعا هو من حق أنه يخاف، يعني من حق أنه يخاف، هو بشر يعني بالنتيجة. الصيغة العامة كما شلون ما عرفناها بداية الحلقة أنه هو ثائر، لا ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة المثقف أن يكون ثائرا. قلت يعني يمكن أنا وأستاذ علي اتفقنا أنه نزعة رسولية، يعني نزعة بها طهرانية عالية صحيح، لكن هل أنه يكون ثائر ويؤذي نفسه ويؤذي عائلته ويؤذي كذا؟ يعني أعتقد نعم هذا نعم. إذا أنت ما تقبل كمثقف بالظلم بالفساد بالكذا، هي قيم عليا يعبر عنها بشكل أو بآخر. قيمة المثقف، يعني المثقف الحقيقي هو الذي يجعل من القيم المطلبية إلى آفاق مستقبلية. جيد، لكن البعض يقول بأنه سابقا كان المجتمع، حسب المجتمع العراقي، يتأثر بالمثقفين، يتأثر بالشعراء، نفس ما تفضلت، بقصيدة هيجت الشارع. هسه يقدر المثقف والشاعر يسويها؟ وليش؟ الظرف اختلف. الآن أنت في مجتمع يعتقد بأنه التأثير الحقيقي عند رجل الدين. أها. طبعا الآن المجتمع يتأثر بكلام رجل الدين ويعتقد بأن المعرفة الحقة والمعرفة الصوابية والمستقبل والمنقذ هو رجل الدين. شلون تغيرت هاي هاي صيرورة هاي تاريخية، صيرورة تاريخية، قناعة المجتمع، مو هي من نسميها قناعة، هي جزء من طبعا يعني حزب البعث هو حطم الطبقة الوسطى بشكل تام، وعادة الطبقة الوسطى هي الطبقة التي تتأثر أو تؤمن بما يقوله المثقف. مجتمع بدون طبقة وسطى طبيعي يتأثر بكلام رجل الدين، ويتأثر بكلام شيخ القبيلة، ويتأثر بكل كلام هو أقرب إلى الشعبويات. زين، هذا السؤال نفسه أنت رد الداخل سلالي. أنا رد الداخل بداية أنه هذه النظرة الطهرانية للمثقف في كل الأزمان ثمة نسق ثقافي أساسي هو مع السلطة بشتى أشكالها.
يعني ما نسميه نحن في مكتبتنا العربية بأمهات الكتب، هذه كتبت في البلاط، يعني الأصفهاني كان من أصوات السلطة المقربة وصاحب يعني كل الكتب، حتى شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد مثلا. أوكي، ويبقى أنت تذهب لهذا، كل الكتب التراثية في مقدمتها تهدى للأمير الفلاني كي يخلع عليه أموالا وكذا حتى يسهم في التأليف، وصولا لأنه واحدة من الأشياء الخطرة، عباس خضر في مقدمة كتاب الخاكية يقول أنه أنني لن أتفاجأ إن عرفت أن ثمة فرقة لتنفيذ الإعدامات مكونة من شعراء وقصاصين ونقاد، واحد من أخطر الكائنات شرا المثقف حينما يمارس الشر. ليش؟ أنا أستطيع أن أدين قاتلا يحمل مسدسا وأن أقنعه أنه ظالم. المثقف يستطيع أن يلوي عمق الحقيقة وأن يغطيها بالكلام وأن يبرر أي جريمة وأن يرش العطر على أي جثة وأن يلمع أي بندقية. ورأينا مثقفين عنصريين ومثقف، يعني ما فعله هتلر باليهود بالهولوكوست مبني على إطار نظري ثقافي بالأساس. حسنا، يقول ليش الأحزاب تتصارع على المثقفين وتريد الاثنين ثلاثة أربعة يديروا له ماكلتها الإعلامية ويلمعون صورتها؟ من يصنع توجهات الأحزاب؟ الشخص يصنع مقاربة، لكن هذه المقاربة هي بالضبط هو المثقف، يعني هي لنقول أنه طريقة لصنع المقاربات، أشبه بهذا الكأس الذي من الممكن أن تشرب منه العصير وأن تشرب منه عصيرا مسموما فتموت. فهو يصنع لك شيئا ساحرا وشيئا مقنعا، لكن مرة يكون بروباغاندا حزبية، قصائد عبد الرزاق عبد الواحد مثلا بتجميل، أو قصص حرب العراقية الإيرانية التي جملت آلات القتل، أكو نماذج يعني بشعة. وبذات الوقت من الممكن أن ينتج لك نصا إنسانيا ساحرا بإدانة كل الظلم الموجود في العالم، ومن الممكن أن يصنع لك المبرر كي تقتل أي أحد. كل جيد، ليش هذا لعب تأثير فرق؟ ما يتزال هذه الصفات موجودة لحد هذه اللحظة المثقف. أنا شوي عندي قراءة بالإضافة إلى الملاحظة الذكية، كل ملاحظات ذكية دكتور مؤيد، مسألة الطبقة الوسطى. لكن سابقا مصادر التأثير هي قناة تلفزيونية وإذاعة وصحف، وهذه بالغالب، يعني أنت هسا سؤال، هسا خلي تدخل دبابة وتحتل شبكة الإعلام العراقي، النظام ما راح يسقط طبعا. لكن فيما سبق كانت دلالة النظام السياسي هي الإذاعة، بيان رقم واحد يتهدم كل النظام السياسي الموجود أو هذه الحكومة. فيما سبق يوم ألف مرة يسقط مثلا، فيما سبق كانت افتتاحية طريق الشعب مؤثرة، وافتتاحية جريدة الثورة مؤثرة، مثل ما أنه جريدة بابل والجمهورية والثورة فيما بعد. الآن لديك السوشيال ميديا، يعني اتسعت دائرة التأثير، يعني بالضبط قوة الماء المندفع من ثقب واحد مضغوط في الخزان إذا توزع على 6-7 ثقوب ما راح يكون بنفس الاندفاع. فبالتالي كلنا الآن مؤثرون، لكن كيف هذا التأثير؟ هذا التأثير تقاسمه معك رجل القبيلة ورجل الدين والسياسي الشعبوي والسياسي الأنيق والإعلام والبلوغرات والمدونين، الكل له تأثير لكنه تأثير صغير. فبالتالي التأثير المركزي، يعني فيما سبق كانت الافتتاحيات لطريق الشعب تجعل من الفلاحين، أكو برقية أرسلها فلاحون إلى يخاطبون فيها فهد وتقول سنجز أعناق الخونة بالمناجل. الآن يعني تلقى هيك تأثير، لكنه مو بذاك التأثير ولا بالتأثير الحزب البعث والبروباغاندا اللي تصير اللي غسل أدمغة شعب كامل في حينه. لكن هسه إذا أريد أوصف المثقف حوصفه من صفوة المجتمع، نخبة المجتمع، مو ضروري كذا. لا مو بالضرورة، هسه على الوصف المعايير اللي أطلقتها بداية حديثنا، هاي المعايير أنا أؤمن بها إيه. لكن بالضرورة هسه يجوز الدكتور مؤيد يتفق وياك يخالفك بالرأي، المهم وفق المعايير اللي أنت تؤمن بها. إذا أرد أصنف المثقف بهذه الخانة، غيرك يجي يثقف يصنف الفنان بغير خانة، وصولا إلى يعني بعض المصطلحات اللي ما نعرف وين نصنفها، مثلا فاشينيستات والبلوغرية دول مؤثرين، بس ما تقدر تقول صانعين ثقافة. قد يصنع نمطا من السلوك، نمط سلوك شعبوي أوكي، أو فتشي رث يؤثر بالمجتمع، وهذا تأثير مستمر للمطربين وكذا. إيش قد تغيرت موديلات ملابس وتصريحات بسبب مطرب، لكن هل أنتج معرفة؟ لا، إنتاج المعرفة له سياقاته الأخرى. زين أستاذ علي، هسه حاليا المثقف شنو علاقته بالسلطة؟
حاليا أكو أطياف عديدة من المثقفين. ثمة المثقف المعارض الطهوري الذي يقف ضد أي شيء يخص السلطة، ثمة مثقف الدولة مثل ما أشار الدكتور مايد على سوينت أنه أنا هذا الكيان أحترمه كشخص حديث بال 2024 ولا أريد أن أعود للأنماط القديمة بحكم البشر مثل القبيلة والدين والكذا والمدر شنو، أنا أريد دولة حديثة. هذا يصير. وأكو مثقف سلطة، وأكو مثقف حزبي، وأكو مثقف عنصري، وأكو مثقف طائفي، وأكو مثقف شعبوي ومثقف شعبي وأشكال. فذولا هذا التعدد الطائف هذا موجود مو بس بالعراق، هذا موجود بالعراق عدا البلدان اللي بها مركزية عالية. يعني هذا من الصعوبة تلقاه بالسعودية. ليش راحت الاتجاهات التقسيمات الطائفية والفئوية وصلت حد المثقف الآن بدت حتى القوميات؟ متى خرج عربي متى خرجت هي خارج ذهنية المثقف حتى تعود إليه؟ يعني شخص مفكر ومنتج معرفة مثل ساطع الحصري ووزير يعادي محمد مهدي الجواري في البلاط لأنه شيعي بصراحة، هذه شخصية. لا لأنه شيعي، مو لأنه محمد مهدي الجواهري، ولأنه امتدح طبيعة إيران. لا أقول لك ليه، شخصية. مو شخصية. هو شخصيته هيك. لا مو شخصيته. أنا دا أحكي عن شخص قومي. زين. واحد من الأعمدة التي بني عليها الفكر القومي العربي ساطع الحصري. إحنا هي من زمان. أنا وأنت تعلمنا داردور مؤلف ساطع الحصري أبو خلدون. يعني هي من زمان هي. حبيبي هي 6000 سنة. زين. يعني قبل الإسلام وقبل السنة والشيعة دوما ما كانت هناك ثنائيات بين الشمال والجنوب، بين سومر وأشور إلى آخره. يعني قراءات شوية يعني هواية راح تخشن خواطر خلنا نقول. أستاذ دكتور مويد، الحديث عن المثقف القومي والطائفي نفس ما تفضل به أستاذ علي يأخذنا إلى السياسة. يجوز شوية، هل يجوز منح الوزارات والمؤسسات المعنية بالثقافة لأشخاص غير مثقفين؟ إيش تقصد يعني يا وزارة الثقافة بالتحديد؟ يعني لو مشرط مشرط يعني مثلا سابقا كانت هيئة السياحة عندنا وزارة السياحة، تمام؟ صارت هسه هيئة السياحة. هسه ما أريد أشخص يعني صراحة، بس أحكي لك عندنا مثلا هواي هيئات، هواي وزارات، مؤسسات بداخل الوزارات مثلا المديريات تعنى بشؤون الثقافة، مهرجانات، نشاطات، غيرها. لما نجي للأصل راح نلقى اللي جاي يديروا هذول مو مثقفين، ما لهم علاقة بالثقافة. هسه يجوز حتى إذا على مقدار التعريف الثقافة أو المثقف أنه هذا اللي يقرأ هواي كتب هو حتى كتاب ما قاري، فهاي شلون يديرها بهاي الطريقة؟ ما هي الإجابة راح تكون أنه الإدارة هذه نجحت لو فشلت، يعني البلد بالمجمل زين الآن ناجح أو فاشل. أنت شو تقول؟ أنت مجرد طرح لهذا السؤال يعني يعتقد الإجابة بهذا الجانب. يعني العراق بلد متلكي، يعني سواء بوزارة الثقافة والوزارات الأخرى. لماذا؟ لأنه تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة أو أهل الكفاءة. فالثقافة هي جزء بنيوي من المشهد العام الذي يسمى العراق يعني. وإحنا طبعا أولاد مؤسسات ونعرف أنه الإدارات كيف تجي وكيف تتنصب وكيف. فالمنظر العام أنه نجاح أو فشل، إذا كان النجاح، إذا كان البلد ناجح ومؤسساته ناجحة بكل تفاصيلاتها البنيوية، إذن الثقافة ليست شرط ضروري في شخص يتبوأ منصب. إذا كان البلد متلكي أو فاشل فأعتقد هي النظرة البانورامية هي اللي تقدم الإجابة. إحنا متلكين لو فاشلين. أنت شو تقول إذا شوف البلد فاشل؟ كيفك؟ ما أعرفه. لا طبعاً العراق بلد يعني شوف المثقف هو يعني أكثر ما يبين باللحظات المصيرية للبلد، يعني أي لحظة مفصلية للبلد المثقف الحقيقي هو اللي يعني يقدم رأي حتى إذا الرأي بضرر عليه هو شخصياً. العراقي يمر بمراحل مفصلية، وهي المراحل المفصلية أبدا ما يعني شهدت قراءات. يعني حقبة حزب البعث اللي هي 35 سنة لم تشهد أي مراجعة حقيقية لهذه الحقبة اللي طبعا يعني أثرت وستأثر بالعراق كثيرا. الخلل لأنه يعني مدرسة فرانكفورت النقدية من إجي هتلر وجاء النظام النازي، مثقفون نظموا ما يسمى بمدرسة فرانكفورت النقدية، نقد للمرحلة للخطاب. يعني هتلر إجا بالانتخابات، هتلر ما إجا بانقلاب عسكري، فحاله يدرسون المجتمع الذي أنتج هتلر. طبقة يعني ما إجا من عدم مثقف انتخبته، فهتلر هو طبقة يعني إجا بالانتخابات. إحنا افتقدنا أي مراجعة حقيقية لحقبة حزب البعث، أي مراجعة حقيقية لحقبة التسعينيات والحصار المر، أي مراجعة حقيقية للأحداث الطائفية اللي صارت، وأي مراجعة حقيقية للبلد الذي لا ندري إلى أين سيذهب. وحكيت عن الطبقة المتوسطة، أنت أستاذ علي صار 21 سنة من تغيير النظام،
صار عندنا طبقة متوسطة؟ لا طبعاً. ليش؟ لا الطبقة المتوسطة إحنا عندنا إحنا بلد ريعي، يعني السلطة هي من تملك المال. الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي يعني تصنع الرأس المال الخاص بها، وبعيداً عن الدولة وعن السلطة وعن الجانب الريعي. لا يمكن أن تشكل طبقة وسطى من خلال الريع. الريع هو يعني بين قوسين على المستوى الشخصي، أعتقد العراق بلد ما ينطي رواتب. العراق بلد ينطي رشا، يعني الموظف يأخذ رشوة من الدولة حتى يسكت عنها. لهذا إحنا مرتبط كل مصيرنا بالنفط. بينما الطبقة الوسطى لأنه دافع الضرائب لا يستطيع السياسي أن يبعثر ضرائب، يعني فلوس هذه الناس على أشياء هو خاصة به. يعني إذا تقول إذا أنشئت أو تم إنشاء أو دعم الطبقة المتوسطة، تمام، صار عندنا فعلا طبقة متوسطة، راح يقل الفساد؟ طبعا بالتأكيد، لأنه أنا ما أقبل فلوس أنطيها وتنباك. اللي قاعد يصير أنه أكو يعني موارد مالية هائلة، أنا أخذ جزء من عتها، علي أخذ جزء، أنت تأخذ جزء كرواتب يعني، وبالتالي تسمح للبقية تغض النظر. شو المانع من 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 مثلا دعم الطبقة المتوسطة؟ قصدك يعني شنو الدعم؟ كدولة؟ لا هذه قضية مرتبطة يعني بقطاع خاص، بثقافة مجتمعية. هنا دور المثقف إذا راد ينطي أفكار، أنه فكرة أنه كيف تتخلص من الفساد، تتخلص من الريع، وتتخلص من الدول الشمولية بإنتاج طبقة وسطى جيدة. كيف تنتج الطبقة الوسطى؟ أستاذ عرق بالقليل، يعني هجا نسمع عن موضوع أنه بناء المجتمع، بناء البلد، زين بناء البلد وبناء المجتمع ما يتم بهذه الطريقة، يعني على الأقل تقدير. اسمح لي دكتور، الموضوع ما بي أنت تطلب من شخص لا يجد وضع حجرين على بعض أن يبني بناية مثل ما زها حديد. تعلمه 21 سنة ما مو بهالبساطة، مو بهالبساطة، مو بهالبساطة. نمو الأمم بطيء، المئة عام في تاريخ أي أمة هي أيام من حيواتنا كأفراد، فبالتالي زوال الطبقة المتوسطة أثره سيبقى كثيرا، وإعادة بناء سيطول جدا. يعني ليش؟ لأنه هي نفسها الطبقة المتوسطة التي ربما التمعت أكثر شيء الأربعينات والخمسينات، وبعدين مع صعود العسكرتارية ومجيء البعث بلشت تقل. هي أصلا نتاج أكثر من 100 إلى 150 سنة من السلوكيات والتنفس من رؤوس الأموال التي أنتجت أنماط سلوك خاصة بها. يعني مثلا تشوف مثلا محمد مكية المعماري يروح يدرس وعنده علاقة بجروبيوس، وبنفس الوقت يرعى جواد سليم، ومن أنا بصفك رفعت الشادرتشي صديق جواد سليم، وأبوه كامل الشادرتشي اللي هو أول ليبرالي عراقي بالثلاثينات والأربعينات، وأرسل ابنه يدرس بهامر سميث، جواد سليم يتزوج لورنا بريطانيا. إذا تشوفها منظومة كاملة، هاي المنظومة لها علاقة بالموسيقى ولها علاقة بالملابس معينة وإنتاج المعرفة وإنتاج الثقافة، وينتج جماعة فنية كذا. هاي قطعة من بغداد. من تروح للرياضة أكو هيك نماذج، من تروح للموسيقى أكو هيك نماذج. هذه الأشياء لما فيما بعد يعتقل رفعة الشادرتشي من قبل البعثية وينشمر بأبو غريب، ومحمد مكي يهرب، وجواد سليم يظل، عبد الكريم قاسم يلحق يريد يخلي صورته بنصب الحرية كذا، هذا راح تضيق به الأرض. فأكيد لندن راح تكون مريحة أكثر، أكيد الولايات المتحدة تكون مريحة أكثر، الدنمارك مريحة أكثر، فيغادر العراق غير مأسوف عليه بصراحة. لكن قبل قليل سألت دكتور مؤيد أنه كم مرة أو هل يجوز منح الوزارات والمؤسسات المعنية بالثقافة لأشخاص غير مثقفين أو ما عندهم معرفة؟ يعني بصراحة هذا الموضوع مر، لكن لا يعني بالغالب لا توجد وزارة أهينت بالغالب من 2003 لحد الآن بقدر وزارة الثقافة العراقية للأسف. أهينت لا 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 أهينت لا كلام يعني صحيح. أهينت يعني نحن كشخص عاملين بالثقافة، عم حتى ما نقول مثقفين، نحن نرغب بأن يأتي أحد يعرفنا أو يعرف أساتذتنا، يعني أو يعرف يعني شنو يعرف ألف باء بلد تشكل فيه الثقافة عمودا فقريا. لكن وقوعها دوما تحت مسألة خلينا نقول المحاصصة التوافقية، هذه الأشياء جعلت هذا المكان غير محترم بالغالب. فبالتالي من الممكن أكو تعمد بهذا الشيء لو هو نام عن جهل، هو بي جزء من تعمد بصراحة، تعمد بكل الأحوال. منين؟ من الطبقة السياسية التي لا تعرف قيمة الثقافة، هاي من جهة. ومن جهة أخرى بها عدم اهتمام، لأن ما بها فلوس. يعني مو وزارة النفط حتى يتعاركون عليها، هي مو وزارة النقل، هي مو وزارة الداخلية سيادية، مو وزارة الدفاع بها عقود تسليح كبيرة. فبالتالي هاي وزارة يعني تعطى هيك لأي أحد. يبقى هذا الحزب أو ذاك،
هل يريد أن يحسن شيئا من صورته أمام الوسط الثقافي العراقي؟ هذا سواء الحزب الشيوعي خلى لك مفيد الجزائري. على فكرة مفيد لم يكن جدا ناجحا كوزير، كانت المسألة يعني السنوات مرة ومشتعلة، يعني تتخيل وزارتك بشارع حيفا زين، الجثث انتشرة بالشارع، فمو أنه بتنجح، لكنه بالأقل كان نزيها. فيما بعد رأينا وزراء ما أنزل الله بهم من سلطان، وزير دفاع هو نفسه يصير وزير ثقافة فرضا يعني، حتى مثلا قررت عصابها الحق أن تكسر شيئا من خل شو نقول حدة صورتها، وجابت عبد الأمير حمداني. مصطفى الكاظمي الذي وقف بشكل صلب جدا ضد الطيف السياسي وألح بتقديم أسماء مثقفة فارس حرام ورفض، ومن ثم دفع بالدكتور حسن ناظم. للأسف حاليا الوزارة يعني تدار بشكل خاطئ، يعني سأحاول لا أكون قاسيا، لكن بتفصيلتين. مثلا تم تسليم دار المأمون للترجمة لشخص لا يجيد سوى العربية، محترم أكاديمي اختصاص علوم سياسية صديق شخصي للسيد الوزير، وكلاهما محترم بالنسبة لي. حضرت مكفول لوزارة الثقافة. أي طبعا، لكنني أتحدث عن دار علمت القارئ العربي والعراقي ما معنى شيء اسمه الأدب العالمي. الآن هذه الدائرة يديرها شخص يجيد اللغة العربية. يعني بالمحصلة وزارة الثقافة أو المؤسسات بشكل عام، مو تشخيص وزارة الثقافة، المؤسسات بشكل عام المعنية بالثقافة تمام، ما مر عليها شخص مثقف. لا ليش؟ مر حسن ناظم. لا قصدي بالآن، قصدك على وزارة الثقافة. حاليا موجودين مثقفين، عارف الساعدي مثقف ودا يدير دار الشؤون الثقافية، أحمد العليا مثقف. يعني انصفت. لا مو هي بالآونة الأخيرة هي غير منظومة. هسا أنت تريد لك مخرج زين ومصور زين، يصير مهندس إضاءة مو زين. أنت تريد البرنامج كله يصير زين، مكون من عدة عناصر. صحيح. أني كقارئ تريد المنظومة كلها كاملة. مو هسا مو كاملة، خلينا جيدة. هذا قد نسبتها هسا كل دا يعني مثلا خبير آثاري عملاق عالمي مثل دكتور ليث مجيد يعزل عن منصبه، هذا اللي رجع لنا 1700 قطعة من واشنطن. بصراحة ليث مجيد يعني تهتز، ما أعرف من جاء بداله؟ شخص من داخل الهيئة بس مو بحجم الدكتور ليث، بكل صراحة بكل موضوعية. زين مثلا لا دار الشؤون الثقافية ممتازة، عارف دكتور عارف السعدي دا يسيرها، دار المخطوطات ممتازة. هسا السياحة مو شغلتي. الإنصاف ايش قد نسبته حاليا؟ ما تنقاس هيك. اي ما تنقاس يعني، لكن أنا مثلا على الدوائر المؤسسات اللي تعنى بشؤون الثقافة يعني بالأقل حاليا دار المأمون تراجعت، ودار دائرة الفنون التشكيلية تراجعت. يعني واحدة من الأشياء مثلا يدير الدائرة الدكتور فاخر محمد، فينقل تمثال لإسماعيل فتاح الترك اللي هو نصب النخلة، ويصفه إسماعيل أنه هذا عمله، أنه هذا هو عملي الأهم من نصب الشهيد. وين يصير؟ يصير بساحة الحسنين. فيما بعد ترجع الوزارة، والآن التمثال مثلم من الجوانب. هذه لما يدير الأمر شخص غير مختص، مع كل الاحترام لكل السادة، ما عندي شيء شخصي وياهم، بس يعني نريد الأشياء تكون أفضل. كل الزين. أستاذ الدكتور مؤيد، أكو سياسي مثقف بالطبقة السياسية الحالية؟ يعني ما أقدر أعمم، بس الطبقة السياسية الحالية هي ما بها منطقة رمادية. لا هي مو منطقة، لا مو هي هم ما بها هذه التوصيفات، بس الطبقة السياسية الحالية تخشى المثقف. أوف. طبعا، لأنه المثقف هو يعني منطقة إنارة، وأعتقد الطبقة السياسية العراقية الحالية هي منطقة يعني معششة في الجهل. فالمثقف الحقيقي هو يعني عندما يأتي أو يقدم الأفكار هو تدريجيا يزيح هذه الطبقة. فكيف أنه هم يؤمنون بشخص وجوده يعني كأنما هي العلاقة عكسية؟ يعني كلما صعدت الثقافة أو نجم المثقف، كلما قلت فرصهم في إدارة البلد وبقاء الهيمنة. شو المانع؟ والمانع لأنه هي فكرة المثقف. إحنا المثقف لا نخلي شخص اللي مجرد يقرأ كتب. أكيد. الآن من نتكلم إحنا عن دستور وعن مؤسسات وعن قانون وعن كذا، هذه مفاهيم رئيسية للدولة المدنية. والمثقف تقليديا يعني عندما بدأت يعني حادثة درايفوس الشهيرة إني أتهم مع الزولة وكذا، هي مع بدايات تشكل الدولة المدنية بالمعنى المتعارف. فشكل الدولة، طبيعة النظام، فلسفة الدولة، هاي كلها تطرح من خلال آراء مثقفين. يعني العراق الآن بلد، هو تسأل أي سياسي ما هي فلسفة الدولة ولا يعرف فلسفة الدولة.
واضحه الفكره؟ زين. فطبيعي تكون العلاقه ملتبسه، اما قضيه وجود يعني مثقف سياسي مثقف اعتقد انه يعني لا، هذا صفه لا تمتلكها الطبقه السياسيه. شنو المانع العاد؟ شنو المانع انه المانع لانه المثقف يصير سياسي؟ لا، هي مو قضيه قرار المثقف يصير سياسي، المثقف بشكل عام هو ينطي اراء، ينطي افكار مجرده، يجي السياسي ممكن يطبقها. يعني ليش ما هو صاحب الاراء؟ لا، مو شغلته، ليس بالضروره انه اساس دوله شغلتهم. لا اسمح لي، يعني بالضبط يعني نرجع على فكره انه السياسي والدوله، هي تشكل الدوله هي جت من خلال اراء مثقفين بالدرجه الاساس. يجي سياسي يؤمن بالثقافه طبقها، سواء الدستور، سواء المؤسسات، سواء التعليم، سواء حتى وضع الاولويات. يعني الان عندما مثلا ياتي شخص مثقف يمنح افكارا او يعطي افكارا، عندما ياتي سياسي يؤمن بالفكر هو يقدم التعليم والصحه وبناء طبقه وسطى ودعم طبقه وسطى والى اخره كي يبني البلد. اما انه المثقف يتحول الى سياسي ليس من وظيفته. لكن قبل قليل يعني استاذ علي وحضرتك نفيتوا انه تعارض يكون بين المثقف والسلطه. لا، شلون نفينا؟ يعني استاذ علي ضرب امثله. هي مو ثلاثه مو نفي، يقول لك مرات يكونوا مقاربين. مرات مثقف سلطه ومثقف دوله ومثقف طائفه ومثقف حزب. بالضبط، فاكو اختلاف. لا، الدوله متفقين. لا، هو مثقف دولة متفقين عليه. لا، هو منو اللي قال؟ منو اللي قال ان مثقف الدولة هو الذي سيدخل الجنة او انه النموذج الافضل او الاشد تاثيرا، مو النموذج الافضل. اكو اطياف عديدة مو جاي اقول لك. يعني انت تجيك نظرية عنصرية كاملة يعني انشئت بطريقة ثقافية باطار نظري ثقافي وسينفذها احد لارتكاب جينوسايد وكذا. يعني الاطار النظري الذي استخدم لإبادة الشيعة وفيما بعد تمظهر وصولا إلى داعش هو إطار نظري ثقافي فقهي. مثلا النظرية الوهابية هي مبنية كنظرية ثقافية، لكن هل هي إيجابية؟ فمو بالضرورة أنه أنت تنتظر المنظومة الثقافية أو المقاربة الثقافية أن تكون إيجابية. نعم، ثمة نماذج إيجابية، يجيك مثلا فكرة طهرانية لذيذة مثل اليسار والحزب الشيوعي في حينها أو رأس المال وما فعله ماركس. هذا أيضا حتى هذه المنظومة تمظهرت عبر عدة أساليب من أقصى الطهرانية إلى أقصى أيضا المجازر التي لا يعني بالنتيجة المثقف مشي بطريق واحد ويا السلطة أو لا؟ أبدا، ثمة مثقف أعدمته بنادق السلطة، وثمة مثقف كتب تقريرا على مثقف آخر كي يعدم على وما بينهما، بينهم الصامت، بينهم المهادن، بينهم الشجاع، بينهم المعارض، بينهم الذي ترك كل شيء وهرب، بينهم المداح، أشكال وألوان. لما يقول علي وجيه يقول الناقد للسلطة، الناقم على السلطة، شو يقول؟ بي عندي إشكال كبير مع السلطة. يعني شرده وصله هنا أيضا الناقم على السلطة. أكو واحد يريدني أطلع أفشر على سين وصاد مثلا، ما يكتفي منك بمقال وتكتب تكتب ان النظام السياسي الحالي يعاني من خلل كبير وانا ارى ان كذا كذا، راح يشوفك مثقف سلطه. ليش؟ لان ما جاي تفشر. خلنا نشوف دكتور مويه. دكتور مويه شو وصفه؟ هاي ترجع لقضيه المثقف العضوي، المثقف العضوي اللي طبعا دائما هو مع الجمهور، مع القيم المطلقه، مع مفهوم العداله الاجتماعيه، فهي طبعا مرتبطه بهذه القضيه. احنا قلنا اكو مثقف عضوي، اكو مثقف فعال، اكو مثقف يعني ما يمتلك الرأي إلا أنه بس يعني يصمت، أنه جزء من الموقف هو الصمت، يعني جزء من الرفض هو الصمت. بس هو تاريخيا لأنه المثقف ينظر على يعني إليه على أنه ضمير السلطة أو الناقد للسلطة، فدور الحقيقة أن يكون ناقد باستمرار كي تتعدل المسيرة، كي تتعدل الرؤى، كي إلى آخره. هذه الفكرة الأساسية. أما إذا مثقف يرتمي بحضن السلطة هذا خيار الشخصي. أنا قبل تسولف ويا سأل علي قبل ما نطلب الحلقة أطلق وصف على يعني المثقفين هسه نريد نسميهم أو شخصيات، ما نسمي مثقفين، شخصيات. مثلا يسمي واحد هذا مثقف اقتباساته، ما سمى مثقف اقتباسات، شو سميته؟ اقتباسات، صحيح، رجل اقتباسات، رجل اقتباسات. تمام، رجال الاقتباسات تدري جاي يأثرون هسه بالمجتمع وبهاي الأجيال الموجودة حاليا أكثر من المثقفين اللي يمتلكون كتب و إلى آخره. يعني شنو التأثير؟ شنو قصدك؟ يعني أنا مثلا على سبيل المثال كفرد، أنا لما أشوف لمجموعة من الطلاب البسطاء اللي بعدهم هسه ومراهقين معجبين بشخصيات اقتباسية، يعني هاي أنت ماخذ من الاقتباسات هي مهنة لها. هي نتائج التأثير شنو؟ يعني فرحان بي وهذا، أقول له التأثير شلون مثلا؟ لا، مو احنا نقول مثقف ومرتبط بطبقة وسطى
وبناء مجتمع ورؤى دولة وتفاصيل. إحنا ما نتحدث عن الجانب الآني بالتأثير أو الجانب اللي بيه أسبوعين ثلاثة أربعة وينسي. يعني الآن إذا نقيسها بالفن مثلا بالفن إذا نقيسها مثلا الآن بالفن يعني مثلا عاطف الطيب عنده 19 فيلم أخرج عمره صغير 47 سنة وأخرج 19 فيلم في قبال مثلا مخرج أنت أخرج 120 فيلم ما يبقى ولا تأثير بهن لكن أفلام عاطف الطيب هي المؤثرة هي اللي طلعت البريد اللي طلعت ضد الحكومة هي إلى آخره فأنت تحكي لي عن تأثير آني أو أسبوع أسبوعين ثلاثة عشر عشر هذا ما في درجة عشرين شهر لا هذا فكرة تأثير النتيجة احنا بمراهقتنا كنا يمكن أنا وعلي إذا نذكر الأشخاص قلنا شلون كنا نقرأهم متأثرين بيهم الآن نضحك يعني. لا أنت جبتها قبل قليل عن المثقف العضوي المثقف العضوي الذي يؤثر تأثيرا عميقا وليس تأثيرا والذي ينتج معرفة مو ينتج معرفة خاصة به يعني احنا خلينا نفرق بين شخص منتج معرفة وبين شخص كان أثر سياسيا المثقف العضوي ما أعرف أنت ذا هي فعلا أكو فكرة لا عادة المثقف التقليدي ومثقف تقليدي مقرام شي يقول مثقف تقليدي ومثقف عضوي ايه. تمام حس المثقف العضوي يأثر سياسيا حس المثقف العضوي الحالي عندنا مثقفين عضوي لو ما عندنا أكيد عندنا صح جاي يأثرون لو ما جاي يأثرون بالسياسة وقلنا لا ما يأثر ليش ما يأثر بالسياسي ليه؟ ما يأثر بالسياسي لأنه سياسي يريد له مطبل وليس مثقف نقدي يريد له مروج يريد له مبرر يريد له حتى يبقى بالسلطة لأن هو كل وجوده أنه لازم يبقى بالسلطة من يجي المثقف الشعبوي أو المثقف اللي يروج معلومة بالضبط بالضبط الآن الانترنت الانترنت هو يمنح معلومة بس ما ينتج معرفة. أوكي لكن يعني دكتور ممكن بالجوجل تدوس أي شيء. أول ما سألتك قلت المثقف هو اللي ينقل المعرفة إلى الفضاء العام. من الفضاء العام طبعا. صح. طبعا الفضاء العام. هو الفضاء العام شنو المساحة الموجودة بين بالمجتمع والسلطة هاي الموجودة اللي يقدر عليها. فأنت إذا المثقف ما يقدر يأثر بالفضاء العام. لا احنا من احنا بعد كلامي هي مو دقمه وتدوسها يعني الان الفضاء العام العراقي الان بال 22 23 24 نفس الفضاء العام العراقي ب 2003 و2004 و2005 نفس خطاب الـ 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 الاحزاب اللي سلمت السلطه الان هو ما تاثر لا تاثر والدي هي تحاول تقترب من المثقفين تاثر على يد مثقفين هي بالمثقفين اللي اثروا به ليش السياسي بوقت الانتخابات ما يروح يروج الحزب أو البرنامج الانتخابي بوسط مثقفين ومجموعة مثقفين مو صحيح يروح المضايف شوف العشائر ما يجي الاتحاد الأدباء ليش هناك الأشد التأثير النسق الثقافي هو مجموعة قطط كل واحدة تروح يمنى ويسرى وكذا ما ممكن تقودهم كلهم زين أكو قطعان أخرى بمنظومات أخرى هنا القطعان الأخرى بمعنى مو بالتقريب الشأن وإنما أقصد السلوك الجمعي الواحد قد يكون قطع طائرات محاربة نعتبرها أوكي فبالتالي أنت هسه أنا وأنت خلي نروح وإحنا مو سياسيين تروح للاتحاد الأدباء وقول لهم يا با أنا عندي فلان شغلة ما راح تلقى اثنين يجتمعون على هذا وهذه آفة الاحتجاج لأنه كان يدار بمسألة التمرد حتى أنت لا تجد أحدا يشبه أحدا آخر إلزم أي واحد في وقتها في التظاهرات قل له شنو مطالبكم كل واحد راح يعطيك لستة شكل بينما بصلاة جمعة واحدة لسياسي سين أو صاد وتلقى مثلا ألف واحد دي يصلون ذول الألف متفقين فد على 80% من وجهة النظر هاي ما تلقاها فهذا الاختلاف فبالتالي لا يروج أحد بالنسبة للمثقف زين وين المثقف هنا أنا في توجيه التوجيه يعني أكو جزء أساسي من التأثير شوف الأرقام مال المقاعد النيابية للأحزاب التي يستهدفها مثقفون قارن بيناتهم جاي تزيد لو تنقص أقول لك مو صدوا مثقفين شون مو صدوا مثقفين صدوا مثقفين إيش زبوا إيش مزبوط يعني ناموا النوبة يصير هيك وهيك مو هي المشهد متشعب المشهد يعني أنت بالضبط تريد أخلي مصدرة منطقية على شيء فوضوي وضع العراق فوضوي ما زال فوضويا يعني فبالتالي ما تريد واحد زاد واحد يساوي اثنين ماكو بس لكن مثلا خلي بشكل واضح نقول التغيير الذي صار في الذهنية السياسية مثلا لمقتدى الصدر سيد مقتدى الصدر 2013 14 15 قاده مثقفون وصولا للشراكة مع الحزب الشيوعي التغيير التي فشلت هسه فشلت ولا لا اقصد اكو إمكانية للتغيير حتى خطب المرجعية في وقت تشرين حتى وجهة نظر الاتحاد الكردستاني
مثلا من ناحية الاستفتاء الذي كان خلينا نقول معتدلا أكثر من غيره، حتى مثلا اختلاف مثلا الحلبوسي عن المنظومة، هذه كلها بيها بالكواليس آراء مثقفة خارج الصندوق. إذن بالمحصلة المثقف إذا صار سياسي راح يصير مثقف مو عضوي. منو قال منو قال أن السياسي لا ينتج رؤية مثقفة؟ يعني ناهم سؤال. أنا سألت الدكتور مايد. أي. تمام؟ يعني مش قلت لي. لا وأنت قلت المثقف يتحول إلى سياسي، اختلف التوصيف. توصيف الآن سياسي الآن سياسي. أنت إيش قلت قبل شوي؟ مشاكلنا من السياسي غير مثقف. مو صح. مو صح. يعني هو متحول من مثقف إلى سياسي راح يمارس سياسة. أي. شوف أذكر لك حادثة بال 2009 محمد حسن هيكل كتب مقال. قال النظام شاخ وانتهى وبس يسقط يسقط على بركة جامدة. زين. مثقفو حسن مبارك شنوا هجوم فظيع على حسن مبارك إنه أنت أكبر منه وليش ما تبطل وليش تكتب وليش كذا، شنو إجابة هيكل؟ قال لهم أنا رجال أكتب أفكار واحد يقراها ما يقراها يعوفها يسد الجريدة عليها، بس حسن مبارك صاحب قرار مصائر الناس متعلقة به، هذا الفرق. صحيح. كلمة أخيرة دكتور مايد، إيش تتمنى للثقافة العراقية؟ والله هي الثقافة أنا أعتقد بأنه يعني الدولة تتشكل من خلال الثقافة. يعني آمل بثقافة عراقية تليق بهذا التاريخ العظيم وتليق بهذه الرؤى والأمانة التي نحملها تجاه الثقافة العراقية. صدق عليه. والله أتمنى للثقافة العراقية أن تقوم بجردات للمراجعة، فهي جبل كبير من الطمطمة وال. وحجب الحقائق كما يكون فضيحة عائلية. أنا أشكرك، شكرا جزيلا السيد علي وجيه الكاتب العراقي، شكرا جزيلا لك، وكذلك السيد الدكتور مؤيد آل سويلت الباحث الأكاديمي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. أشكر موصول لكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى اللقاء.